صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. الشمس جامده. احنا الظهر، احنا لسه مصلين الظهر وطالعين من البيت، رايحين عشان نجيب حاجات المدرسه الغزوله. زي انتوا شايفين طبعا غزل بتفطر في الشارع عشان ما ينفعش تنزل من غير فطار، ويزون باشا بيفطر اهو ماسك الساندوتش بتاعه. بس كده يا جماعه، بصوا بقى، عايزه اقول لكم على حاجه، خليكم بقى معانا اخر الفيديو، قولوا ان حاجات المدرسه هتعجبكم. لا، جود مورنينج احمد. انا راح ازود لك مال العربيه عشان تمشي بيها مرتاحه. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا اخويا حبيبي. تسلم يا حبيب قلبي. يا روحي تسلم والله. تديك انت تشربي والعربيه ما تشربش؟ لا، لازم تشرب. تديك انت تفطري والعربيه ما تفطرش؟ لا، لازم تفطر. طب بس كده، شكرا يا حمو والله. بس كده يا جماعه، خليكم معانا بقى، كملوا معانا اليوم، وقول لكم حاجات المدرسه عجبتنا عجبتكم ولا لا. وهجيب الغزل وهجيب لي يزن، وشوف بقى ايه شويه حاجات كده ممكن اكمل وانا ماشيه في الطريق، حاجات ليا كده. شوفوا بقى الحاجات ان شاء الله هتعجبكم ولا. خليكم معانا وشوفوا الفيديو للاخر. قبل ما نروح نشوف الفيديو، تقدروا تعملوا لايك وشير، اشتركوا في قناتنا يا جماعه، وصلنا 250 الف مشترك. مش قادره اكمل عشان الشمس. الشمس مضايقاكي؟ بس كده، يلا بينا بقى عشان نركب العربيه اهو ونبتدي يومنا ان شاء الله. خليكم معانا بقى. بصوا يا جماعه، احنا جبنا شويه حاجات. بصوا احنا اهو حطينا في الشنطه في العربيه. بصوا جبنا حاجات كده بتاعت المدارس. بس طبعا الجو زحمه، انا مش عارفه اصور خالص. لما اروح البيت بقى هوريكم احنا جبنا ايه بالتفاصيل. ناقصك ايه كده يا غزل؟ يزن ناقص ايه كده؟ فاضل الشنطه لسه، واللانش بوكس والبوتل، صح؟ جبنا كل الحاجات اللي هي ايه، الكانسون والفنجليتر والمناديل والجلو، ماشي، وكل حاجه. حوده هيسيب ان شاء الله مركب في الشنطه. تعال هنا يا يزن، حط مركب في الشنطه عشان احاول. بس كده، خليكم معانا بقى. انا لو عرفت اصور لكم اصور، بس مش عارفه فعلا اصور من الزحمه، جامده جدا بجد، فظيعه. بس كده، خليكم معانا بقى، ولما اروح البيت اوريكم حاجه بالتفاصيل وقولوا لي ايه رايكم بالظبط. غزل، لقيتي ايه في الشمس؟ 20 جنيه. فاكرة؟ انت عارفة مين حاططها لك؟ لقينا 20 جنيه في الشيبسي. انت اللي حاططها يا حودي، شايفاك وانت بتحطها. بصي يا زن، ازاي يا بنات؟ دلوقتي يا جماعة احنا في محل محمد بيشتري الجملة مكتب. انت خلصنا حاجة المدرسة، خلص عادي، اتفضلي اتفضلي براحتك. احنا خلصنا حاجة مكتب، خلصنا حاجة غزة بتاعة المدرسة، فاضل الشوزات بس، خلصنا كل حاجة. لما اروح البيت اوري لكم بالتفاصيل، عشان طبعا عارفين الجو زحمة جدا في المحلات، ما عرفتش اصور اي حاجة خالص. صح. دلوقتي احنا ايه غزولة؟ شيبسي. كنا من بيع لوحدي. تاكل شيبسي؟ بس كده يا جماعة. فدلوقتي نشوف بقى محمد اشتري من مكة. محمد اهو، شايفين محمد؟ ايه اكتر حاجة بحب الشيبسي ده. محمد ومكة اهو. بصوا انا اكتر حاجة بحب الشيبسي ده. بس دلوقتي بقى هروح البيت اوريكم كل الحاجات اللي انا جبتها، علشان تشوفوها بنظام كده وبرواقة. يا جماعة احنا وصلنا البيت اهو. بصوا شايفين الدنيا ضلمت خلاص. بصوا غزولة، بصوا غزل واقفة عاملة ازاي. عشان غزل مالك؟ عشان سايقينها في غيابي. ايه دي يا حودي؟ يلا يزن، يلا ناخد الحاجه بقى كده من العربيه. بصوا حاجات من العربيه، يلا بينا. بصوا يا جماعه احنا رجعنا، غزل تعبت من الطريق، كانت عايزه تركع، صح؟ السلام عليكم يزن. هو طبعا قاعد ولا هو هنا؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ استني كده ناخد شاور ونتغدى، وبعد كده نوريهم الحاجه برواقه، ايه رايك؟ ماشي، يلا بينا. يلا بينا. طيب يلا بينا بيت. يلا بينا. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا وصلنا البيت، هنعمل ايه بقى؟ شكرا يا ماما. العافيه يا رحمه. بس حاجات جميله. وانا ماما تكوني مبسوطه. ايه مبسوطه؟ مش مبسوطه؟ هي جابت لي جبت لها. بصوا يا جماعه، هنوريكم بقى الحاجات كده، حاجه حاجه كده بالراحه. ماشي. بصي بقى، اول حاجه نوريهم ايه؟ نوريهم الشنطه. ماشي. بصوا يا جماعه، الشنطه ال او ال، او اللي هي لولا المعروفه اسمها لولا ال او ال، حلوه قوي الوانها البينك، البينك مع اللبني ده حلوه قوي، الوانها عجباني جدا، وانا بحب اصلا العروسه دي جدا، بحبها او يعني بحبها جدا. بصوا دي كده الشنطه اهي، حط لكم صورتها برده عشان تشوفوها بالتفاصيل. ماشي. و ثاني كلام التيشيرت ده اللي هو اللانش باج. اه بصوا بقى يا جماعه، ده اللانش باك
او بيتمسك كده زي الشنطه كده شنطه صغيره. بصوا برده ال او ال برده تحركوا من جوه. ودينا من جوه عامل ازاي؟ ايه ده مش حاجه الله سبحانه. هي حلوه من جوه، هي متقطعه على فكره جدا. جميله دي اللي هي اللانش باك. استني بس عشان لو كان حاجه ال او ال كلها. بصوا يا جماعه دي كده مريله مريله رسم اللي هم بيلبسوها في حصه الرسم عشان ما يهدروش نفسهم. وانا كمان بحب ال او ال بحبها قوي. الشنطه دي ليها حاجه اسمها وليها ظهر طبي علشان بيبقى ما تبقاش ناشفه على ظهرهم وكده تبقى مريحاهم يعني. صح كده؟ بصوا يا جماعه حلوه جدا. انا شفتها هناك وهي مفروضه كان شكلها حلو. دي مريله مش عارفه تقدر تقراها. لا دي حاجه كده نسيبيها على جنب دلوقتي. احنا حاجه كده هناخدها لهم فيديو لوحده. ماشي؟ تاني حاجه بصوا بقى معايا هنا لاش بوكس. بصوا يا جماعه دي ووتر اللي شبع عليها ووتر الكوبايه او الكبه. وهنا ده يا جماعه لانش بوكس تمام. وكمان جبت هو معاه كده علبه صغيره ممكن لو تحط فيها زبادي تحط فيها داني. لا مش زبادي. زباني الزبادي وداني والله. لا ده كده يا جماعه لانش بوكس. هحط لكم صورته برده. حط لكم كل حاجه بصوره. هو عايز كيوكامبر كلر. وايه تاني؟ بص يا جماعه الروستر دي الايريزر. دي الايريزر يا جماعه. بس جبت لهم بقى ايه؟ انا جبت جوان كتير ليه؟ علشان غزل وياد انه كمان يزن يروح النيرسري. فجبت حاجات بالمره علشان ما تجيبش تاني طول السنه. والحاجات دي بتفضل عندي طول السنه ما بجيبش غيرها تاني. بصوا زي ما انتم شايفين هي الايريزر كتير. هحط لكم برده دي حاجه كده الايريزر عجبتني على شكل موبايل. شكل موبايل. دي يا جماعه كده الجوم او الايريزر يعني جومه او المحايه او الاستيكه او الرابر او الايريزر. مش الكوبايه دي وريها لهم؟ كده ماشي. ودي بقى كده اللي هي الشاربينر البرايات. في برايه هنا كده على شكل بيت حلوه. وفي برايه كده شكل مش عارفه ايه ده هو كوره او شكله شكله حاجات كشافه كده. ايوه زي الكشاف. صح صح والله. صح صح زي الكشاف والله. صح انت ذكيه والله. وهنا جبت لهم برده اللي هم العاديين بتوعنا العاديين دول برده عشان قلت لو ايه احتاجوا برده يكون في حاجات مثلا ايه احتياطي في البيت ما اجيبش تاني طول السنه. صح كده؟ وجبنا ايه بقى؟ بصوا يا جماعه هنا جبنا ده عجباني جدا 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 الالوان دي. هي شكلها حلو جدا وعجباني ذات نفسها الخامه بتاعت الالوان. هوريها لكم برده بالراحه في هوريها لكم في الصور. برضه دي خامة ألوان حلوة جدا يعني الخامة ذات نفسها اللون يبقى حلو والخامة اللون ذات نفسه خامة القلم حلوة تمام. دي كده ألوان. وجبت هنا اللي هو ال بص يا جماعة تالت حاجة دي ستيكر يعني مصر ممكن يعني ايه هو على شكل ايه ده؟ ده شكل إلسا. إلسا ده ستيكرز يا جماعة. ده ستيكرز كمان على اللي هو جدول الضرب بقى 1 2 3 وكده هوريه لكم برضه. وده ايه؟ دي الحروف. صح؟ حروف. بصوا يا جماعه هنا يعني حلو قوي تعليمي اللي هو بي مثلا ايه 1 2 3 وكده كل واحد بالالوان وجدول الضرب بس ستيكرز يعني. قديم. حلو قوي. وده ايه بقى؟ ده اللي هو الفروت ولا الحروف؟ الحروف يا جماعه الحروف بكذا شكل. حاطين حروف بكذا شكل حلو قوي عجباني. بصوا انا جبت ستيكر من الكبار تاني بس بنزل بقى كده. هي جبنا ستيكرز تاني برضه عشان هما كمان لسه بيعوزوا كده شكل ستيكر يبقى كده دول يتحطوا على جنب. انا هوريهم الكمامتي وده برضه 1 2 3 برضه كده ستيكرز. بص يا جماعه دي رابنزل دي برضه دي اشكال ستيكرات مختلفه. استني استني انا اشكال امسكي طب اللي انا هوريه لهم امسكي انت. دي اشكال كده ستيكرات مختلفه. بصوا يلا يا دول خدي بقى. الله يا جماعه خدي يا دي اشكال ستيكرز مختلفه علشان هي ايه بتحتاج كذا شكل ستيكر. ندخل بقى تاني على الحاجات التانيه. جبنا هنا الوان اللي هي دي الوان خشب بس يعني لونين في قلم واحد يعني قلم لون من فوق ولون من تحت عجباني جدا. شكلها هوريهولكم ازاي عشان تفهموا رايي او تفهموا قصدي. بصوا استني بس ثواني قد خليهم عندي. بصوا يا جماعه ازاي يعني فوق هنا بينك او فوشيا وبعد هنا جرين. واو ايه يعني لونين هو كلهم كده على فكره ال 12 لون كده.
تقريبا 24 لون مش 12. بصوا بصوا ثواني بصوا بصوا يا جماعه ازاي، يعني هما من اسامي كل لون مقسوم اثنين. بصوا كل لون يعني كل لون مقسوم اثنين، فاهمين ازاي؟ بصوا حلو قوي الالوان دي بقى حتى جميله. وريهم انت بقى يا جماعه دي اسمها الفلاسك او الازازه البوتل يعني. بصوا انتوا عارفين الحته دي؟ حلو. كنت هجيب لها ليس ستيم او تابر وير عجبتها دي، قال لي اللي هي ديزني حلوه برده، بيقول لي نوعها كويس فهي عجبتها هي يعني. استنى وجبنا هنا برده الالوان اللي هي الشمع دي عجباني قوي قوي بحبها قوي، كنا جايبينها من السنه اللي فاتت عجبتني فجبتها تاني. كنا جايبين من السنه اللي فاتت واحده صح دي؟ دي كنا جايبينها من السنه اللي فاتت. ادي يا مامي دي فوطه عشان تاخديها معاكي في الكلاس عشان هما كانوا بيحتاجوا فوط، فجبت لها فوطه كده شكل برنسس. شكرا يا مامي. عفوا يا مامي انت حضنيره مبسوطه. المهم هي نزلت تسوي كده. تعالي بقى اشوف ايه كده الحاجات دي، تعالي نوريهم ايه الحاجات الثانيه نوريهم ايه. بصوا بصوا يا جماعه بقى دي حاجه جديده شفتها عجبتني جدا، اللي هو جلاد للكتب. بصوا ده جلاد الكتاب، يعني هنجلد بيه الكتب علشان ايه يبقى برده شكلها حلو وشكلها مميز برده. بصوا دي حلوه جدا. بصوا يا جماعه هو كل واحد فيه خمسه خمسه خمس جلادات. واو ايه ده؟ بصي وريني ادي ايه دي برده جلاد للكتاب اهو. انا احنا جبنا ثلاث اشكال عشان جلادات الكتب تمام. وجبنا ايه تاني؟ بصوا بقى جبنا ايه تاني؟ هنا جبنا ال مش كمامات، لا يا جماعه اللي هو فيست شيل اللي هو بيتلبس هنا ده وبنعمله بيبقى نازل كده على وش الطفل علشان ايه برده للامان، هم طالبينه كده في المدرسه. جبت لها جبت لها كذا شكل منه ماشي. وجبنا ايه ثاني يا زوزو؟ استني كده. وجبنا هنا كذا كذا نوع دوسيه عشان هي بتحتاج دوسيات في المدرسه، كل ماده دوسيه يعني. فجبت كذا شكل عجبني ده جدا، عجبني قوي عجبني قوي ده عجبني قوي قوي قوي. شكله حلو. بصي يا جماعه وفي برده ثانيه وده برده نوع وده نوع وده نوع، يعني جبت كذا نوع عشان ايه يبقى كل ماده لون مختلف وشكل مختلف علشان ما نحتاجوش يعني ايه نجيب تاني. ايه ده عندكم؟ لا ده قلمه يا جماعه، قلمه مرسوم اللي هي فرطه كاستل حلوه جدا، اللي هي بتبقى كانها بترسمي يعني القلم بتاعها وانت بتكتب كانك بترسم بيها مش بتكتب، كانه يعني الخط بيبقى واضح جدا بيها تمام. ايه تاني؟ وجبت دي بتاعت الكب كيك عجبتني جبتها، اللي هي عجبتني جدا جبتها برده. وهنا جبنا كلو كتير عشان برده اللي بنحتاجه احنا علينا في البيت عشان نعمل بيه حاجات، وكمان بنحتاج البجلو وكمان المدرسه بتحتاج اللي هي السبلايز يعني بتاع المدرسه ماشي. ايه تاني؟ جبنا فوم جليتر. فوم جليتر يا جماعه ده اللي هو بيعملوا بيه الحاجات في المدرسه، اللي هو بيقصوا على شكل حاجه وبيلزقوها مثلا للطفل مثلا في المدرسه، فقلت اجيب منها اثنين. قلت ممكن انا ايه اعمل لها زي المدرسه بتعمله بس في البيت بس اشكال ثانيه، يعني ايه اغير لها واجدد لها في الحاجه. بس وريناكي لا مش انا قصدي الوان. بصوا يا جماعه دي علبه كمامات كده عجبتني، فيها حوالي فيها 50 كمامه وريتها لهم. بس بتبقى شكل الاطفال يعني ايه حلو يعني ملون. استني بس استني بس عشان اوريهم واحده. استني بس بصوا يا جماعه بتبقى عامله ازاي، يعني ايه بتبقى لونها. بصوا هي بتبقى ملونه من بره بيبقى شكلها حلو وبعدين تفرح الاطفال يعني تمام. انا قلت لو هي مثلا ايه مش عايزه اللي هو الفيس تشامبو ده البسها حاجه ثانيه، البسها الكمامه بداله بدل ما تتخنق يعني تمام. وجبنا هنا طبعا وايبس كتير عشان المدرسه. وجبنا ايه تاني؟ نزل الوان. الوان بحبها قوي نوع الالوان دي انا زمان وانا صغيره يا جماعه والله العظيم كنت بشوفها كنت ببقى عايزه اجيبها. بس مثلا احنا كان زمان مثلا بيبقى نجيب الالوان اللي هي ال 12 لون القصيرين دول بس كده خلاص ما فيش حاجه ثانيه بس. ف لان تيتا اللي كانت بتروح معانا نجيب الحاجات بتاعت المدرسه مش بابا ولا ماما، تيتا هي اللي كانت بتاخدنا صراحه ربنا يديها الصحه، هي كانت شايله يعني كل حاجه لينا، هي اللي كانت بتروح معانا المدرسه، كانت بتوصلنا المدرسه، تدفع لنا مصاريف، لو الباص اتاخر هي كانت بتروح تودينا، كان كل حاجه هي بتعملها لينا، كانت هي اللي بتروح تجيب لنا حاجات المدرسه،
كل حاجه يعني كل حاجه كانت بتعملها هدوم المدرسه. كنت هي تنزل معانا تجيب الشنط وتجيب الشوزات وكل الحاجات دي تيتا كانت بتعملها معانا بجد بجد. لا تحيه شكرا تيتا ليك على اللي عملتيه معانا ويا رب ان شاء الله في صحه دايما تفضل توستير. بس كده جبنا الشوزين دول شوز ابيض عشان البي اي وكمان جبنا شوز اسود عشان المدرسه عشان تروح بيه يبقى بيلمع كده حلو بشكل حلو. هاتي تاني كده وريني. اه ده كرتون فرخ كرتون وكمان جبنا اللي هو الكانسل عشان هي بتحتاجه في المدرسه برضو بيحتاجوه في السبلايز بتاع المدرسه. انا مش عارف نعمل ايه. سلامتك يا روزي. بصوا يا جماعه بصوا بقى فرشة شعر يا غزة اللي عجبتها فجبناها ودي توكل. شكرا يا نادر. شكرا يا نادر. تعالي صوري طلعي اقعدي معانا لسه الناحية التانية. ده برفان. ده برفان يا ام غزة اللي جابتك ثانية عشان ايه مريم بتطلعي يا فيروز. استني بنروح حاجة حاجة استني احنا كعبتي بصي يا جماعة حلو يا فيروز؟ بجد؟ انت وريتيهم الفلاسك دي؟ وريتها لهم؟ ماشي. بصي يا جماعه دي تست التوك بيضه احنا جبناها علشان ايه؟ عشان برضو الزوز دي تست دسته كده جبتها على بعض عشان تنفعها في المدرسه وتبقى بيضه برضو عشان احنا ما نحطش غير توك بيضه بس في المدرسه. ايه تاني؟ جبنا برفان. ده برفان المدرسه؟ اه. وجبنا ودي غزه الفرشه دي عجبتنا جدا. ايوه وجبنا اللي هو لايف بوي ده اللي هو السائل اللي عايزه اشوف الباج تعالي ايه الباج ده الباج اهي جبناها جميله وجبنا ده معاها اللي هو اللانش باك وجبنا مريلة رسم زيها دكتوره بس حلوه قوي جميله حاجات عند فرغلي بس حلوه. دي كمامات في ما جبتهاش بيك ليه؟ لا احنا لقينا كده عند اللي هو فرغلي ده وجبنا اللي هو فيس شكل ده جبنا منه كذا شكل بس ده وان واحده ما هو واحد بس. اه هو قال لي اول ما تبدا تتجرح خلاص ما تستخدمهاش تاني. ايوه بس جبت ثلاثه قال لي لو عرفت ودي ما تقدرش حاجه تبقى دي ملفات بيحتاجوا في اشكال منها تحط ايه ده تقيل. اه تقيل ده شكلية يعني ايه؟ استنى خفيف. بصي يا جماعه دي ايه؟ بصي القلم دي ايه؟ دي عارفين النقطه دي ودي التوكه دي ودي بس حلو حلو عشان بقى بيجوا الوان لا تعالي بصي دي كانت دي كانت جديدة شفتي جديدة صح؟ أول مرة أشوفها حلوة أوي جبت منها كده شكل عشان جبت لها كتب يعني إيه كده ليه ما جبتلهاش شفافة عشان يبان شكل استني إيه؟ إيه مش مهم ممكن نحط عليه إيه؟ من دي كوبا إيه؟ مامي حلوة أوي إيه مامي؟ بص يا جماعة دي إيه؟ أه جبت الكوبا دي ستيكرز بقى جبت وفي ستيكرز هنا تعليمية بص اللي أنا بحب اللي هو عبد الأدوس عليك كده التاني في منه بس ما رضيتش أجيبه ايه حياة؟ تعالي بصي الوحش مبروك يا زوزي حلو قوي هابي بارتي دي جوا مباريات بس كده وجبنا الفرشة دي ايفون صغير؟ اه دي بابا مش حقيقي اريسر بتقول لك مش حقيقي دي اريسر ودي جبنا الوان دي وجبنا اللي هو لايف بوي ده وجبنا جلو بيرفيوم وجبنا ده اللي هو جلاد الكتب وجبنا توا وجبنا شوز ابيض وشوز اسود وجبنا اهو وجبنا فلاسك دي و في تابر وير وفي بلاستيكه بس هي الطالب دي قال لي ايه ده؟ الف مبروك عليك شكرا على ده وصلت مبروك دي عايزاها ليه عشان تقولي عدبرا كدبرا ابراكا دبرا بص عشان تقولي عدبرا كدبرا بس وجبت كانسون وكونجريتي وجبت فرحه بكون وايس وانا في البتاع دي خليكم تشوفوا ماشي بكره ايه رايك يا بكره؟
بكره لما تيجي من المدرسه تقعدي تلعبي بيها شويه؟ نو نو ليه؟ عشان تعبانه؟ يا عيني يا عيني. بس كده يا جماعه، دي حاجه المدرسه النهارده بتاعت غزل. قولوا لنا ايه رايكم، قولوا لنا ايه اكتر حاجه عجبتكم في حاجات المدرسه واللانش بوكس اهو كمان. لانش بوكس اهو. قولوا لنا ايه اكتر حاجه عجبتكم في حاجات المدرسه بتاعت غزل. استني يا زوز ماشي، وقولوا لنا كل الحاجات عجبتكم ولا حاجه واحده بس هي اللي عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ايه تاني يا غزل؟ اشتركوا يا جماعه في قناتنا مع ايه احلى، وصلونا ايه احلى. احمد احمد عاملين ايه يا احلى واجمل حاجه في حياتنا؟ طبعا هم بينهوا الفيديو وانا جاي ابدا الفيديو. انا عايز اتفرج. تعال اتفرج. واو باي باي يا احلى واجمل حاجه في حياتنا يا جماعه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتوصلوا 250,000 مشترك، ويلا بينا. واو اكتبوا لنا رايكم في حاجه غزل، اني اكتر حاجه عجبتكم اكتبوا لنا في الكومنتات. يلا بينا. الجمال ده روبانزل. روبانزل دي روبانزل اللي بتعمل كده ولا إلسا؟ روبانزل. إلسا إلسا ولا روبانزل؟ إلسا. وريني الضفيرة الحلوة دي. واو وريني التاج القمر ده، حلوين قوي قوي. واو جميلة يا زوز، مبروك عليك يا زوز. الله يسلمك. الله يسلمك يا ماما. مبروك عليك. الله يسلمك يا ماما. انت بتعبيطة بت؟ حلوه خالص. ماما مبسوطه؟ أوه. ها أوه. قولي الحمد لله. قولي الحمد لله. الحمد لله بس كده. الحمد لله.